الاشاعات اللي كانت معنا هي ديال زكريا بو خلال. بزكريا بو خلال اللي نط عليه واحد الدعايه كثيره بزاف، هو السيد متواضع وخلوق وشنا منتخب كيركع ويسجد احسن من ذاك المنتخب اللي كان كيمشي للملاهي ديال الشيشه والملاهي الليليه. تصور تصور جابوا لينا هادو اللي كيعبدوا الله وكيسجدوا الله، راه جابوا لينا وصلونا لدومي فينال ويحيى المنتخب المغربي. هادو راه كيديروا الجزائريين هما اللي كيديروا اللي كيبغيو يديروا الفتنه باش ذاك اللعاب ما يبقى يسوى والو، حيت اللعابه دابا طالبين هما طالبين الدول على فريقات وداك الشيء بحال ليفربول بحال البارسا بحال الرياض وداك الشيء كيتخاتفوا على اللعابه ديالنا الله يخليهم لنا، وكيتخاتفوا عليهم كيبغيو يهرسوا الريتم ديالهم. هذا دار قصيده، هذا سكران، هذا مدار مع مرتو، هذا باش اللعاب ما يبقى يسوى والو. هادو الجزائريين ودوك المحاسد هما اللي كيديروا هذا الشيء. هاد الناس هادو ما فهمتش واش ما عندهم ما يدار، واش ما عرفتش واش قلت الشغل، حيت نورمالمون المنتخب المغربي حنا كيهمنا الاداء ديالو. شوف غير الدول الاخرين كيفاش اهتموا بالمنتخبات ديالهم، زعما الواء انهم كيبقاو يهضروا على عيالاتهم ولا هذا، ولكن حنايا ما فهمتش كيبقاو يدخلوا في شي حوايج بعاد عليهم، هذا مو هذا حق عنده الحياه، هذا حق مرتو عريانه، ما فهمتش علاش كيبقاو يدخلوا في هذا الشيء. المنتخب راه تيخسروا بالسمعه ديال الصوره ديال المغرب، وبحال دابا بوخلال تحت لو فات باش يصلي وتعبد الله رجعوا ارهابي السيد، دونك راه هادشي راه حتى اللعاب بواحد تقريبا واحد 80% ديال البسيشيك ديالو لا تهرس راه ما غاديش يعطي في التيران، دونك حاولوا ايفيتيو هاد الاشاعات باش حتى اللعاب راه هما انسان، راه هو انسان راه تيشتي تليفون تيقرا تيلقى بحال هكا بوخلال طلق حشومه، ما خصوش يكون هاد الشيء هذا. حنا بالعكس خصنا نشجعوهم وتبقى زعما الروندمون ديالو في التيران صراحه، اما الحياه الشخصيه تتبقى شي حاجه انتيما، لا دونك ما لا داعي نبقاو ندخلوا في هاد الحساسيات، حتى راه كما قلت لك قبيله راه اللعاب راه هو راه انسان، راه ماشي روبو، راه تيشد التليفون تيقرا داك الشيء تيقول شو هاد ولاد بلادي واش تيقولوا عليا. ونتمنى المغاربه يحيدوا منهم هاد الحوايج هادو باش يشجعونا المنتخب باش يمشي بعيد. هاد الاشاعات وهم كاين بعض الجرائد المحسوبه على الجرائد الرسميه وكاين جرائد الكترونيه، وهاد اليوتيوبر هما كيفتعلوا هاد الاشاعات من اجل يعني من اجل مكاسب شخصيه، من اجل مكاسب شخصيه لا غير، يعني اللاعبين اللي هما عطاو واحد الصوره زوينه للمنتخب سميتو السمعه ديال البلاد من حيث التدين، من حيث العلاقه مع الوالدين الاسر ديالهم، وهما اعتادوا انهم يشوفوا دوك اللاعبين اللي شاد الشيشه واللي كيصرفوا لي بواط واللي كذا، ما كانش كيديروا عليهم هاد الضجه، ولكن ملي شافوا يعني واحد الانضباط وواحد الالتزام واحد الصوره زوينه تعطات على البلاد، بداو كيفتعلوا هاد النعارات وهاد الشيء راه جاي حتى من الغرب، راه كانوا السباقين قنوات المانيا، واحد القناة ألمانية من خلال ديك الحركة اتهموا بأن هاد اللاعبين راه حركة ينتموا لداعش وكذا والإرهاب، وزائد قنوات فرنسية هاد الناس هادو كيمشي كما نقولوا كيسبحوا في الفلك ديال الإعلام الغربي الصهيوني، وهو اللي كيستهدف الإسلام وأي حاجة عندها علاقة بالإسلام مستهدفة، إذا هاد اللاعبين كيبقوا فوق راسنا. عطاو واحد الصورة زوينة لبلادهم، شرفوا بلادهم، يعني بهروا، يعني ديك النظرية اللي جاوا بها هذوك الغربيين يعني باش يطعنوا في الإسلام ودعم المثلية وكذا لكأس العالم، كانوا المغاربة ردوا عليهم واحد الرد قوي، سواء القطريين أو المغاربة، تعطات واحد الصورة زوينة، يعني ما تجينيش أنا غريب أن غادي يهاجموا هاد الناس لأنهم ناجحين في الحياة ديالهم.